تعمل مجهود خرافي عشان تطلع من السيت اب او القفص اللي انت اترسم لك على المستوى الاكاديمي او على السيت اب. الابتسامه اللي موجوده على وش الناس دي كانت فارقه مع الواحد بصراحه. نجاح برضو انك تفولفل او يعني تستكمل الرؤيه بتاعه قاطني المكان. ممكن يكون التصنيف بتاعي مش صح، بس انا بقول بس وجهه النظر بتاعتي دي بطريقه مبسطه. طالب كان من الطلبة المتفوقين جدا، هو كان دايما يتحدى موهبته، ساب بصمة كبيرة على كل طلابه. محدش هيقدر يوصلها للطلبة إلا أنت. كل سنة في جديد، كل سنة أحدث السيريز والنظريات العالمية تخش عن طريق الدكتور أحمد ميدون. ده البارت ان هو مش بس انا بتكلم على التطوير بتاع الناتشورال سيستم، لا ده كمان بتكلم على الاستدامه بتاعته، السستينابيليتي بتاعت السيت اب ده. بيعمل دراسات على الماتيريالز اللي هيستخدمها علشان ما تبقاش تقيله، والا ما يقدرش يشيل 177 في 177، فابتدى يدرس ماتيريالز جديده. ده اللي انا بحكي لك عليه، ان انت يو ويل كول فور. يعني مش عارف اقول ايه، يعني هي من اسوأ لحظات عمري ان انا اتكلم عن وفاة ابني. انا بعتبره ابني، لان الدكتور احمد كطالب كان من الطلبة المتفوقين جدا، وبعدين عمل معايا الماجستير والدكتوراه، وكنت متتبع نشاطه باهتمام شديد. اثرت جدا ولغاية دلوقتي متأثر جدا إلى أقصى حد، لأن الدكتور أحمد كشخصية من الشخصيات العظيمة المحترمة من ناحية الشخصية، من ناحية الفنية على أعلى مستوى من الكفاءة المعمارية، والأعمال اللي هو عملها في فترة حياته للأسف اللي ما كانتش طويلة قوي، من أهم الأعمال المعمارية في مصر. وربنا عوضنا ويعوض القسم ويعوض عيلته عن فقده، وانا شخصيا يعني هيبقى في ذاكرتي لغايه لما اتوفى. احمد ميتو الله يرحمه، انا بعتبر ان هو كان دايما بيتحدى موهبته. يعني هو عنده موهبه، ربنا اداله موهبه، وكمان هو خد الموضوع بجدية. يعني مش بس ان هو كان بيعتمد على الموهبة بتاعته في انه يطلع مشروعات متميزة، لكن دايما كان بيحاول يبص على مشروعات جديدة، بيسافر، بيتعلم، بيتحدى نفسه، بيحاول بقدر الامكان ان هو ما يسجنش نفسه في مشروعات ناجحة كان هيحققها، وده كان تحدي كبير صراحة. الدكتور أحمد ميتو كان كمان مسك المنصب رئيس الأكاديمية المصرية في روما، هو كصديق عزيز جدا وشخصية محبوبة جدا، سواء من زمايله، من أساتذته، من تلامذته، من أصدقائه. بيحاولش يستأثر بعلمه أو بمعرفته لنفسه، بيحاول ينقل هذا العلم إلى الأجيال اللي وراه. الفراغ اللي تركه أحمد ميتو يعتبر فراغ كبير جدا، سواء هنا داخل القسم أو في المهنة نفسها. دكتور أحمد، أنا كنت بستمتع في لحظة ما بنجمع الطلبة وهو يكلمهم بنظرتهم له وهو بجديته، وهقول الكلمة بتاعته، هو دي كلمته، شغفه وطبعا أكيد علمه وموهبته، ازاي هو كان بيخليهم يحبوا قوي اللي هما بيعملوه. ويمكن هتكلم على السنة دي بالذات، كان المشروع اللي احنا شغالين فيه ده هو كان فكرته، وهو اللي صمم عليها وكتبناها، واخر مرة كنا مع بعض يعني اقترح حاجات، قلت له محدش هيقدر يوصلها للطلبة إلا أنت. فإحنا مفتقدينه جدا في فريق العمل بتاعنا، وهو كان بالنسبة لي النجم في
الأمارة والبرنس في الأمارة الله يرحمه دكتور أحمد. إزاي تم اختيارك لتصميم هذا المبنى؟ لا هو لم يتم اختياري، هي كانت مسابقة. كانت مسابقة عالمية، والتجربة بتاعتها كانت لطيفة يعني. يعني هي كانت مسابقة عالمية فتحينها في كل مكان واللي كسبها مصري. آه. أنا ما أعتقدش إن حد يعني تلامس معايا أو إن هو احتك بيه إنسانياً أكتر مني، يعني يمكن أنا أكتر واحد كنا دايماً نسهر سوا على طول كلام في التليفون، حتى آخر مشروع كان متهيألي كبير وكنا بارتنر مع بعض فيه يعني. أحمد ميتو الله يرحمه، أنا متخيل هو إنسانياً ساب بصمة كبيرة على كل طلابه وأساتذته، لأن أنا كنت بتعلم منه. الحقيقة هو ميتو تميزه كإنسان يفوق بكتير جداً جداً تميزه كمعماري، لكن هو حيتاني دايماً رول موديل ورمز للطلبة بتوعه وفخر لي قسم العمارة في هندسة عين شمس، اللي إن شاء الله دايماً يبقى ولاد ويطلع بزور يعني تنهج النهج بتاعه، وإن شاء الله تبقى إيه في استمرارية إن شاء الله. دكتور أحمد، الحقيقة إحنا خسرنا حالة فنية فريدة من نوعها، حالة معمارية، مش مجرد دكتور زميل في القسم أو معماري فنان، خلق نوع من التنافس الكبير بين الطلبة بين المعماريين بيننا وبين بعض. فقدنا هذه الحالة الجريئة من نوعها المتفردة، وأنا أعتقد لعقود صعب تكرارها على مستوى أو على رأيي الشخصي. الزميل الدكتور أحمد ميتو الله يرحمه كان من الزملاء الأعزاء ذوي الخلق الرفيع اللي كان بيشكل ظاهرة معمارية فريدة، وبتمنى من كل المعماريين ومن تلاميذه ان هم يشوفوا المسار اللي مشي فيه، وان هم يحاولوا يطوروا من انفسهم ويتعلموا من النموذج اللي كان موجود. رحم الله الدكتور أحمد ميتو زميلا عزيزا ومعماري متميز ومربي فاضل. الستراكشر سيستمز بتاعت السكن اناليسيس بتاعت الاستاديوم بتاع بكين نفس الموضوع، كل المباني ديت كان فيها دراسات مماتك لمنشات. اللي هقدر اتكلم عنه ان هو لما كان المعيد بتاعي وانا في سنه رابعه، فكان معيدي في مشروع بكالوريوس، قد ايه عينيه كانت بتحمل لنا نوع من الحماسه، الهمة، النشاط، الحيوية. كنا كل واحد فينا بيتمنى ان هو بس يحط خط من ايده تصليح على الشفافة بتاعتنا، كنا بنفخر بحاجة زي كده. ولكن للأسف كان اوقات بيصبنا شيء من مش عايز اقول الاحباط، ضغط العمل. فكان الرد بتاعه ان ربنا سبحانه وتعالى خلق فعلا في فروق فردية في كل واحد، ولكن ما حجبش حد ان هو يعمل. عايز توصل لازم تشتغل، عايز توصل ابذل مجهود اكتر. ممكن النشيط يمشي خطوتين، ولكن اللي عايز يوصل ممكن يوصل يشتغل 10 خطوات، ولكن هيوصل في الاخر. ربنا ما بيضيعش تعب حد، وديت بصراحه كان درس بنوصله للطلب عندنا وبوصله انا اصلا كمان لابني. جواته في التدريس لفتره تزيد عن 15 سنه، فكانت علاقة قريبة جدا. أنا بشتغل في سكشن وقاعد في سكشن اللي جنبي، فالسبيرت بتاعته في الاركتكتشر وفي مدى تطوره في فكره ومدى تطوره في حياته، الكلام ده أنا حاسه سنة بسنة وحاسه شهر بشهر ويوم بيوم. لا كمان في, 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 في إنتاجه مع الطلبة، كل سنة في جديد، كل سنة أحدث السيريز والنظريات العالمية تخش عن طريق الدكتور أحمد ميتو للقسم والكلية. يعني اليوم كمان صعبايا بيقولها على طول ما احنا شغالين، انا بعمل حاجه عشان التاريخ. ما اضافوا الجيل كامل من الشباب، خدوا الطموح والحافز
والقدرة على التحدي والإبداع والنجاح بقوة اللي عمله الدكتور أحمد ميتو في الفترة من بعد تخرجه لغاية وفاته الله يرحمه. كان بيسمع ساعات مشاكل شخصية، يعني كنا مثلا تبقى في أزمة، الواحد عنده حاجة في الجامعة، حاجة في حاجة، بنتصل بيه أقول له حصل كذا، حصل الموقف الفلاني، ويبتدي بقى إيه يوجهك في بعض المعاملات الإنسانية اللي ما تتوقعش إن حد هيكلمك فيها. ودايما بيحترم الآخرين بصورة مرعبة، وحتى لما كنت بشوفه وإحنا في الطرقة هنا بيكلم حد من أساتذته كنت بحس ان هو واقف وقفت، يعني ده احمد ميتو، يعني لا واقف حاطط ايده ورا ظهره بيكلم الناس وباصص، يعني صوره مرعبه الواحد في حجمه ان هو يعمل هذا الموضوع. فيعني الله يرحمه، راجل من الناس القليلين اللي ليهم كاريزما عاليه جدا تصل الى النجوميه، وفي نفس الوقت ما بيبينش الحكايه دي على الناس الاخرين، العكس يعني بياخدهم كانهم اصحابه. كان مثقف العمارة المصري، كان زعيم لكل شاب وكل حد عايز يقلده، هو 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 قائد من غير ما يقول انا قائد، كل الناس عايزه تقلده، كله عايز يلبس زيه، ياكل زيه، يشرب زيه، يلعب رياضه زيه، يعمل عماره زيه، يشتغل معاه. النهارده كان في حد بيكلمني بيقول لي انا دكتور ميدو سلم عليا في الطرقه، انت متخيل اتجوزت نجوميته؟ انا ده دكتور ميدو سلم عليا في الطرقه، بس خلاص. دكتور ميدو خساره كبيره جدا، وربنا يصبر اهله، واحنا يعتبر جزء من اهله، احنا كان بيقعد معانا فترات كبيرة في التدريس، وربنا يصبرنا ويصبر أهله يا رب. كان لي الفخر وكل الشرف والاعتزاز إن دكتور أحمد يكون أحد أساتذتي في كلية الهندسة جامعة عين شمس، ولما تخرجت كان لي مزيد من الشرف إن إحنا نشتغل مع بعض لفترة زادت عن 9 سنوات. اتعلمت منه حاجات كتير جدا، كان دايما بينصحني في شغلي في حاجات كتير جدا، تعلمت منه ان الاصرار في كل حاجة، وان اي حاجة ينفع تتعمل في اي وقت بلا اي عناء طالما في اصرار. انا مفتقد دكتور احمد جدا في حياتي دلوقتي نظرا للقرب الشديد منه، يعني في العمل ما كانش بيقول لي يا باشمهندس هشام، ما كانش بيقول لي يا هشام، حتى كان دايما بيناديني ويقول لي اتش. انا فعلا مفتقد الكلمة دي دلوقتي. انا يمكن كنت من الناس المحظوظين ان انا من الدفعات الاخيره اللي لحق الدكتور احمد قبل ما يسافر يبقى رئيس اكاديميه الفنون في روما، وكنت محظوظ اكتر ان انا لما اتخرجت اشتغلت معاه. مش عارف انا ايه ممكن اقدر اتكلم مع حد زي دكتور احمد، هو كان شخص مميز جدا، حد صعب يتكرر. سيمبلي لو بتوصف حد بالمنظر ده هو حد مختلف، مختلف في لبسه، مختلف في كاريزمته، مختلف في طريقه كلامه، مختلف في طريقه تفكيره. يعني انا يمكن معرفتي بيه من الجيش ما تكونش اكتر من 5-6 سنين، جزء منهم وانا طالب وجزء منهم لما اتخرجت. كان اخ اكبر ومعلم غير عادي، وكان نجم، حد فينومينال جدا، وحد اثر في حياتنا كلها جدا، وخساره لا يمكن تتعوض. الله يرحمه، يعني قضاء ربنا سبحانه وتعالى. دكتور احمد عايش باعماله، عمله لأي حد هيدخل المبنى الدكتور أحمد هيحس قد إيه كان فيه معماري عظيم، كان عامل المبنى بتاع اللي هو دخله، وهيعيش تجربة جديدة في أي مبنى هو عمله. إحنا كجيلنا إحنا بنحاول نبقى عشر ربع دكتور أحمد ميتو، بنحاول نبقى مختلفين، بنحاول نسلك طريقه، بنحاول نمشي على اللاين بتاعه.
بحيث ان اللاين بتاعه يفضل مستمر والاتجاه بتاعه يكبر ويتوسع اللي هو بناه وهيفضل مستمر ان شاء الله. احنا هنحاول جاهدين نعمل حاجه زي كده كجيل يعني. دكتور احمد درسه كمعلم الحد الوحيد اللي عمله بيفضل حتى لو ما بقاش موجود بجسمه، بس عمله بيفضل مستمر. دكتور احمد جايز درس لنا فتره قليله، يمكن ترم واحد بس، فتره قليله جدا دي، قدر فعلا ياثر على طريقه تفكيرنا في العماره بشكل عام. ورغم ان هو توفى، بس انا متاكد ان منهجيه في التفكير دي هتفضل مستمره معانا، وهنفضل حتى نعلمها لناس تانيه. دكتور ميتو كان دايما الله يرحمه كان دايما بيعلمنا ازاي نطلع يعني بافكار جديده، دايما نبتكر حاجات جديده، حتى لو كنا دايما بنبقى معجبين باعماله او بالحاجات اللي هو بيصممها ونيجي نحاول نيميتيت او نطلع زيها، كان دايما يقول لنا لا مالكش دعوه باللي انا مطلعه، حاول تطلع انت حاجات جديده. كان بيعلمنا ازاي نبقى مسؤولين. انا اول ما اشتغلت في الكليه كان الدكتور احمد الله يرحمه كان في سنه ثالثه، انا لحد دلوقتي انا داخل في 30 سنه هنا في الكليه، او متربي هنا بمعنى اصح في الكليه في عماره، هنا عماره عين شمس، ما شفتش طالب زيه. شخصياً يعني هيبقى في ذاكرتي لغاية لما أتوفى.